نظمنا هذه الوقفة الاحتجاجية نحن أبناء منطقة الريف الشرقي للمعرة، منطقة سنجار وأريافها وأبو ظهور وأريافها أيضا. مطالبنا في هذه الوقفة الاحتجاجية هي عودة النظام وخروجه من مناطقنا أبدا، ولا يكون له أي وجود نهائيا في هذه المناطق. أكثر من 400 قرية هجرها النظام في هذه الفترة الأخيرة، أكثر من نصف مليون نسمة هجرت في هذه المنطقة. لا نقبل العودة إلى النظام أبدا تحت أي، لا تحت أي مغريات ولا أبدا. نحن أكثر من 500 ألف شخص هجرنا من مناطقنا إلى الحدود السورية التركية، ولا نريد أن نبقى هناك، نريد العودة إلى مناطقنا ولكن تحت الحماية التركية، لأننا لا نثق بهذا النظام ولا نثق بميليشياته الطائفية القاتلية. لا حياة لنا مع هذا النظام في مكان واحد ما لم تكن هناك نقاط تركية حماية لهذه العائلات حتى تعود إلى مناطقها في الريف الشرقي. نطالب بشكل واضح، وهذا مطلبهم جميعا، يطلبون من القوات التركية ومن الحكومة التركية بسرعة الانتشار في هذه المناطق ردا على مجازر النظام وردا على تقدم النظام على منطقة العشائر وعلى باقي تراب محافظة إدلب بشكل كامل.